Thank you.
قالت الطراق بطاطي. فاكرين لما قلت لك احنا واحنا بنتكلم حاجات كتير قوي بتتحرك فينا؟ بلاش الرقاصه. اهو كده بتقولي بقى مش حاسس ان انا معايا بس ايه؟ طيب مش شويه بترقص بتغني؟ طب وهي الصفقة اللي اتهزمها وهي بتعمل حركات كلها؟ طب انا بسميه ايه بقى تعريفه؟ اسف الشيشه الفاضي. فكر معايا شاطري، فكر معايا. تفتكر يبقى في اسيندنج فايبر بس ولا ديسيندنج بس ولا بنت يبقى فورم الارض؟ اسيندنج اند ديسيندنج ليرن فايبر. بريزنت فين؟ بين ستيم كل. المهم يا ولاد تحت في سباينال كورد يتفك الحاجتين. مين الحاجتين؟ هوريهم لك دلوقتي. لما مشي جنب السالكس كده سميته ايه؟ سالكو مارشال والبي بي. مين البي بي؟ فنترال فيستيبيولو سباينال. يبقى تحت يا جماعه في فوق في البريستال اسمه ايه؟ لو جيتوا ان انا تحت في سباينال كورد اتفك الكام؟ هما كان ثلاثة بس مش كاتبين لك التالتة. إيه هما الاثنين؟ سالف مارجنال و فيرترال فيستيبل سبانل. نسيب بقى لفئتنا خالص 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 وتعالى نشوف. تعالى هات لي كده أول رسمة. عملنا نسيب بقى كده وتعالى نفهم القصة. وتعالى تحت أول رسمة في المضلة اللي هي كلوز مضلة أتنبل أبوط في كاستيشن وتكتب لي الجملة دي تحتها. بص يا دكتور شايفين الرسمة دي؟ تحتها اكتب لي ام ال بي اختصار. ميديا لونجيتيودنال بابل يساوي اتحاد مين مع مين؟ سالكو مارشال مع الفيرترال فيستيبل سبانل. مهمة أوي تفكر نفسك بيها دايما. أنا عاملة رسمة بسيطة أوي للميديا لو تقدر عشان أفهم. هنعرفك. طب تعالى نشوف مكوناته. على فكرة نلاحظ إنه متقسم أربع فارت. في أوليدري فارت وبسبيكتر فارت و إنت الأوكرينيوم بتاعي فارت. يعني في كده متقسم كذا جزئية. الحقيقة فيستيبلر كونكشن أو فيستيبلر فارت دايما احط في دماغك مثال قبل ما تقرا الفرق عشان تبقى دلوقتي مثلا انا عايز اشوف البروجيكتور ده اشتغل ولا لا. هوجه عينيا ناحيه مين؟ طب وانا بحرك عينيا لوحدها ولا ان شاء الله معاها راسي ورقبتي في اتجاه مين؟ وجسمي في اتجاه مين؟ البوز دي؟ طب مين اللي ربط ده كله بصوره متزنه من غير ما تقع؟ ايه اللي خاص باتزان الستيبلر مليون؟ طب بص بقى الستيبلر فار عباره عن ايه؟ حتى دكتور سيدي كده في وسط الرسمه دي مين يقول لي الستيبلر كاتل كام واحده؟ اربعه. واحده ايه؟ كبير واحده كبير واحده لاتر واحده ميت. بيطلع من الستيبلر كاتل فايبرز بتكونكت الستيبلر بلاي مع ثلاثه واربعه وسته. مين يقول لي بلاي بتاع ثلاثه واربعه وسته دول بتوع مين؟ الأوكلي موتو الأربعة ترافيا وستة أبديوس اللي هما مسؤولين عن الأيبو. طب ربطته مع مين؟ مع الهيد. ربطت الأيبو مع الهيد. فالسيجنال كويتي مسؤولة عن الإحساس بالاتزان. طيب الهيد يعني حد شاطر من ولادي يقول لي في دي اللي هو مين؟ بنفرس بيستيبلس بانت. متهيألي رسمناها مع بعض قبل كده. قلنا في فنترال اول حرف مين خدنا حرف بي طلع من مين؟ من اللاتر والانفير والميديا فيستيبلر يو بي اي ينزل يرتفع الانتيريور سيلز. كده ربطت مين؟ كوردينيت حرف مين مع مين؟ الهيد مع البودي. ما الانتيريور سيلز مسؤول عن حرف مين؟ الجسم. طب يا جماعه انا كده ربطت مين مع مين مع مين؟ الاي والهيد والبودي في صوره متزنه. دي انهي كونكشنز او انهي بارت؟ الستيبلر بارت.
وديته ريبورت. وديته يعني ايه؟ هي اللي كسبها. هشيل دي، هشيل دي وحط بدلها حرف ال وديتري فاتواي. انتوا خدتوا وديتري فاتواي في السيومشي وانا مش كده؟ يقول لك في حاجه اسمها لاتيناس، في حاجه اسمها سوبيريور اوديت، في حاجه اسمها ترابيزويد بودي. لقينا فايل، بص يا دكتور اتكونكت كل دول مره مع 3 4 6 ومره مع نيو بيوري بتاع السينيور نيرف ستاك. سيبك ايدك ثانيه، خد المثال. فاكرين المثال الاولاني؟ انا عايز اشوف حاجه محطوطه ورايا ولا لا، وهتحرك في الاتجاه ده بس بصوره متزنه من غير ما. طيب ايه رايك انا سمعت صوت، مرة بقول اسد قبل انا هجري، لا مش عايزه رد الفعل ده. انا سمعت صوت زي فلوس او كوينز او حاجه بتقع ورايا. هجري؟ لا انا هروح اعمل ايه؟ بص بص اعمل ايه؟ احرك مين؟ عيني وراسي وجسمي في اتجاه مين؟ مصدر الصوت. لا استنى يا ريتها بس كده. وهلاقي فلوس كتير قوي واحدة وايه ده يا خبر؟ يا خبر؟ نقول تاني يبقى الاوديتري كونكشنز او سوري الاوديتري بارتس لقينا فايبرز. اسمع دي وركز معايا فيها قوي. فايبرز تو كونكت مين؟ حاجة الاوديتري بارتس اللي هم سوبيريور اوريك ترابيزويد بارتس لاترال ايه؟ اللي بنسقس فيهم نيوكليار كده. مرة مع مين؟ 3 4 6 اللي هم خاصين بايه؟ بالاي موفمنت ده عشان عينيا تتحرك باتجاه مين؟ الساوند الصوت. صوتنا كمان مع 7 و11 و12. مين بقى يفكرني كده 7 ده قال لي نيرف فيشل عشان ايه؟ انا كنت الخبر اندهشت شويه فيشل اكسبريشن وبعدين هنا قلت يا خبر هو الموفمنت بتاع اللبس. يعني مين مسؤول عن الاثنين دول؟ الفيشل. طيب كمان انا حركت رقبتي والفوكال كورز اتحركت. ده مسؤوليه 11. 11 ده اسمه ايه؟ اساسا ايه كرينيال روت والسباينال روت؟ كرينيال مسؤول عن حركه الفوكال كورز والسباينال النك. مش كده ولا ايه؟ 12 ده مين؟ بالهايكو عشان الهموم التعافين تبقى. يبقى افتكر انت دورت ناحيه مصر صوت وقلت يا خبر فاكر اسمي بيرتاح يا خبر عشان ما تنساش. طب فاضل كونكشن اخير عاده الطلبه مش فاهمين اسمه اكسترا
بيراميدال كونكشن. دكاترة اكسترا بيراميدال من اسمه كده طالع منين؟ اكسترا بيراميدال سيلفز. واحدة اسمها نيوكليس اوف كاجيل والبوستيريور كوميشن. دكاترة بينزل منهم فايبرز تنتين على كل الأورجان. مين الأورجان؟ وكمان على الانتيريور سيلفز. يعني 3 4 6 و7 و11 و12 ومعاهم كمان مين؟ وبتبعت مفاجأة انهبيتوري امباكت. ممكن افكرك بحاجة وظيفة كده اشبه بوظيفة السيلفز. مش كانوا في الفسيولوجي قرانا ايه؟ لما اكون انا عايزة اجيب الاريزا وهي هنا ليه ايدي ما بتروحش بعدها؟ ايه اللي بيفضلها الرئة هنا؟ سيربيلم بلس الاكسترا بيراميدال كونكشن. هي مش عشان تو انهبت موف دي كنترول. كنترول تكتب جنبها فرمالة عشان بس ما تبقى فاكرها. كنترول موف بتاع مين بقى؟ لا الشوك بتاعي كنترول موف بتاع مين؟ بتاع كل اللي هو بيتيه علينا ماما مين؟ الار ومين كمان؟ والهيد والنك والبادي والفوكال ايه؟ يعني الارز تو كوردينيت او تو كنترول الفانكشن بتاعها. يا جماعه يبقى الانهبيتوري امبلس اللي تبعتها تو كنترول وليس تو انهبيت. كده خلصنا الجزء النظري الثقيل قوي محاضره النهارده اللي هي مين؟ في حته نظري عظيمه كده في الاخر لما اخد الرسومات تبقى تافهه. هنخش على اول رسمه في المظله. هو مش انتوا بتتكلموا على كذا يوم؟ كل واحد في معاده. هو مركبينها في السكشن ولا بالقرابه؟ خلي بالك. اكدوا بالحته دي. اكدوا بالسكشن ولا بالارقام؟ من واحد لكذا يوم كذا، من واحد لمين؟ اكدوا، اكدوا. كده كده الامتحان تمام؟ احنا مش معاد السكشن. يوناني خلاص ثم قرش ربع كبير يقابل السلطة اللي تحت. نقول تاني.
في سالكس ايه؟ خلي بالك الاثنين كلوز من نفس الشكل الخارجي ده. سالكس فوق وسالكس تحت. في كام ارش صغيرين؟ ثلاثة. ثم واحد رابع كبير يقابل السالكس اللي تحت. طيب ممكن تبتدي كده، في 11 فوق في 11 تحت. بالراحة كده. دي كده كلوز بدل لابد بتبسيش عنها. ايه بقى حكاية 11 فوق و11 تحت؟ أنا مش بعد الباكس، أنا بقول زي ما تكون رقم 11، في صباع هنا وصباع هنا زي رقم 11. طب يا جدع هو مش الليفل ده اسمه الليفل أو مودول إيه؟ طيب شايف 11 اللي تحت؟ يا جماعة مش المفروض كل دي اسمها الفيرمنت؟ كام في المية من الفايبرز بيحصل لها كروسنج؟ 85 وتعمل موتور ديكاستيشن. واللي فاضل كام؟ 15 بينزل طيب. يبقى مين ال 11 اللي تحت؟ والليفل اسمه الليفل اوف موتور ديكاستيشن. طيب 11 اللي فوق ايه؟ هما الاثنين ارشز اللي فوق دول كانوا بتوع جراسيل وايه؟ طيب حد فاكر جراسيل تراك كان بينتهي فين؟ جراسيل يوكس وكوليه تراك بينتهي هنا بقى مش نهايتهم كلهم، ده بدايه تكوين النيوكليوم. فبصوا بقى الرفنايه الصباعيه الرفنايه اللي فوق التوتي دول، دول بدايه تكوين جراسيل يوكس. شفت البؤبينة دي كانت خلاص بداية تكوين كوليين يوكس. يبقى لو انت فهمت انا هشاور بسعادتك هنا جلاسين فات جلاسين المنقطة دي النيرفس سيرفس يبقى دي جلاسين يوكس. طيب حد يقول لي ها كوليين فات كوليين يوكس. طب مين يفكرني بسباينال كورد سرفايفل؟ مش كان بعد كده الشراشيب اللي صور نخلة فين؟ فكرني كده اللي صور والاس جي ار دول كانوا خاصين بانهي سنسيشن؟ فين وكام شغالين؟ طب انا هنا هنقل من البطن ولا في البريس ولا هنقل من الهيد؟ يبقى بدل اللي صور والاس جي ار والاس جي ار بيظهر بقى ايه؟ حتى الترجمه ده اكيد مسؤول عن كده وكده كان اسمه سباينال نيوكليس. يبقى في سباينال فات وسباينال نيوكليس اوف ترجمال اهر. شايفين لو شاورت في الحته الساده دي هقول سباينال تراك، لكن هنا سباينال نيوكليس اوف ترجمال دول بدل دي صور والاس جي. طب دكتور انت قلت لي ده دايركت ايه؟ بيراميدال. امال ده ايه؟ كروس بيراميدال لازقه فيها ايه؟ برو سباين. هنا ظهرت حاجه جديده بقى. طبعا مين اللي هنا ده؟ هنا ظهرت حاجه دي ما بتظهرش الحقيقه الا في الليفل اللي تحت فوق سباينال كورد. مين يفكرني الموتور كيفيايت سباينال كورد كان موجوده فين؟ مجمعه في الانتيرو هوكس. فهنا لسه بواقي انتيرو هوكس فبيسموا التعطيل الصفر المنقطين دول ديتاج انتيرو يعني كانها حته من مين وانفصلت وظهرت هنا؟ من الانتيرو. الاقيها هنا بس بعد كده مش هلاقيها. عشان دي الوحيدة القريبة من مين؟ سباينال كورد. على فكرة دايما الطلبة تشاور لهم على دي ما بيعرفوش. بس كده دايما مش هيعرفوا. الحقيقة دي مش موجودة غير في الليفل ده. ففرصتنا انها يعني في حاجات تانية موجودة في الليفلز كلها بتاعت الليفل. فيعني لو قلتها في أي واحدة هتعرف، لكن دي موجودة هنا بس. عشان كده ايه؟ بنشاور عليها. ثم أهميتها ايه؟ هقول لك دلوقتي. طيب مين يفكرني سيرفايكال؟ كان في كام اسندنج وكام ديسندنج فات؟ 8 و11. طب بالله عليك الثمانيه اللي طالعين مش طالعين هيتوا بقى وات ايفر بقى الاوليف ولا في الكيرو ليفر ديكس ولا الهيبتوم ولا يبقى لازم يبقى الثمانيه زي ما هم. مين يعد معايا؟ شخير جراسيل وايه؟ كوليين. عايز تقول؟ عايز البدل اللي صور ده كان شوط مش كده؟ طيب حد شاطر يقول لي بقى مين دول؟ لور سان وبنتر فاينو سيريبل الاثنين دول بدل وبنتر فاينو سيريبل فاتونا فاينو وليبل والموف فاينو تكتر سان ده قبل. وبعدين بقى حمله تستنبل صعيد اسجل هيك هو انا رسمه كده سابكو مطلب؟ ليه مش هشوف واسم؟ يتحد مع مين ويعملوا ايه؟ ده انت كتبتها تحت الرسم يتحد مع دي
اللي هو مين؟ فيلم ترانسفستيت سبايرال، ويعملوا ميديان لونج جونال. او بقى اهميه التاتش هون ان جنبه الاسود ده الميديان اوبتيرال، يعني واخد دايما بجواره كده الميديان اوبتيرال. طيب مين دي الكوره الحمراء قلنا؟ يا جماعه هنا مفيش ترجمه، لكن في دايركت بيرال، والناحيه الثانيه كروس بيرال. كوره حمراء روبو سبايرال، ده تكون خضراء. لاحظتوا بقى ازاي كتبت للسيل باكس واحنا بنعمل كده في الناحيه من غير ما اقول مين؟ قولي ليه؟ 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 عشان في بعض الفاتس بيغيروا مكان. يعني مثلا حد فاكر فيلترال هيكتو سباين الموف اللي تحت بتطلع هنا وبعد شويه بتبقى هنا في البيد النايت، فبدل ما اخبط يعني هنا انا كتبت فيلترال هيكتو سباين عشان تعرف دي اللي كانت تحت هنا طلعت اللي كانت تحت، وبعد شويه تيجي كوربت ميد لاين، ولما تيجي ناحيه الميد لاين مش هقولها بنت هقول ميديا تكتو سباس. يبقى عشان ما نلخبطكش في تغيير الاسماء ريحناه كتبنا ديساني ايه، بس مين اللي هتظهر دايما بعد كده؟ دي هي الفنترال تكتو سباس. عايز تكتبها فنترال، عايز تكتبها ميديا، تكتبها صح. لا ما لسه يعني ممكن نراجعها تاني بقى. يلا يا ولادي انا عايز اعرف انا في اي ليفل، دي كروز بتاعت اكتر ايه؟ عرفت منين؟ طب ليه عرفت انها كروز بتاعت اصلا؟ الشخصيات فاكرة في صلب تصفور وصلب كام قرش؟ ثلاثة صغيرين واحد رابع كبير يقابل صلب بتاعت، وفي رقم ايه؟ 11 فوق و11 تحت. طيب مين يقول لي بقى هشاور وتقول لي ها؟ جراسيل فراك حبايبي انا خلصان، يلا حبيبي اشتغل. كوريين فراغ، كوريين فيو، ها، سباينال فراغ، وسباينال يوكيا سبوت، طب مين ده؟ وبتشاور عليه. طيب مين دي؟ كتاش انتيرو. طيب مين دول؟ ده الحته دي اسمها ايه؟ موتور ديكاسيشن. طيب مين ده؟ طيب فرق امال ده؟ روز فرق، لازم في كوره حمراء روز. طيب بص كده معايا دوسا وبنتا فايبو سيريبيلا لابلا وبنتا فايبو تلاتة باتون فايبو ليبري وسبايبو فيلم. طب تيجي الناحيه الثانيه مين الخضره اللي تحت؟ فايبو. طيب هات دول اسمهم ايه؟ طب مين ده؟ اسمه ده الميديا لونجيتيونال، واللي تحتيه على طول فيرتوال تكتوسبايرال، وعايز تقولها ميديا اتس اوكي. اصل احنا هنشوف ثلاثه ميديا بعد كده من اول ليفل اللي جاي، ثلاثه ميديا دايما متلازمه. هنشوفهم منهم اثنين ميديا مين قلناهم دلوقتي؟ ميديا لونجيتيونال تحتها ميديا تكتوسبايرال. طيب هنخش على الرسمه اللي بعدها اللي هي كلوز بضل ات ليفل اوف سنسور ديكاستيشن، ولاحظ نفس الاوت لاين. نعم. كله على الناحيتين، كل حاجة على الناحيتين، بس احنا بنستسهل. فاكرين لما قلنا السلة اللي رسمها يمين والسلة اللي رسمها شمال؟ حبيبي تقلبي مش غلط اللي رسمها ناحيتين. يا جماعة ده احنا تعبنا قلبه خالص، احنا زمان كنا احنا اللي بنرسم. طب اسمي ثانية واحدة عشان ما قلتش غلطة كده حاجة وقعت فيها. ايه اللي خلاني قلت دي كلوز بضلة بس اتلفت اوف سنسور ديكاستيشن؟ طب كلوز بضلة دي؟ يا دكاترة الدكاترة سيبوا لك اسمه خالص وخليك معايا. أولا أنت شايف سالتاس فوق؟ مش سامع. سالتاس تحت في كام قرش فوق؟ تلاتة صغيرين وادي الرابع الكبير يقابل السالتاس اللي تحت. دكاترة في ده مين؟ ولا في 11 فوق ولا 11 تحت، قولي ليه؟ هو مين اللي فوق مين؟ سنسي ولا موت؟ سنسي فوق الموت، هل لسه حصل كروسنج للبيراميد؟ يبقى مين بخيرها؟ بيراميدز الهرمين اللي تحت دول بخيرهم كاملين، مفيش كروسنج ده. فمش هيعرف
رقم 11. طيب مين دول؟ بلد بقى من الأبلاد الرخيصة في البسيشن، تقريبا معظم البراسيل انتهى في البراسيل نيوكلس. فمين كبرت؟ الأبلاد صغر قوي والنيوكلس كبرت. طب بص يا دكتور، يبقى لو انتوا فاهمين تقدروا تتابعوني. دكتور ده جراسين كات؟ جراسين لا اشتغل. طب هنا كونين كات كونين نيوكلس، ثم سباينال كات وسباينال نيوكلس اوكي من الناس. طيب مين قوي الملاحظه خد باله من نيوكلس صغنونه كده؟ فوق مين؟ فوق الكونين، دي اسمها اكسسوري كونين. هو الأبر سيرفايكال كان فيه فلوكس نيوكلس. حد فاكر الدوسة والدوسة سبايرس الريكا بتاع مسيرة عالية؟ طب أمال اللي فوق اللي فوق بدل فلوكس أكسسوري كونين ومنها السيرفر. هو ما حدش سألني ساعتها، بس أنا يعني مأجلاها للأسف ومكتوبة في الكتاب بصفحة. ما تدورش الوقت، خليك معايا. طيب مين يفكرني بالبروبري سيرتيف باثواي؟ كان بيطلع من جراسيل وكونيت نيوكلاي انترنال اركويت فايت. مين يقول يعني ايه اركويت؟ يعني زي القرش كده عامله بوز كده. الانترنال اركويت فايبرز كروس تو ذا اوبوزيت سايد. مين يقول لي بقى لو حصل كروسنج ده اسمه ايه؟ ديكاسيشن موتور ولا سنسوري؟ يبقى ده التقاطع ده اسمه سنسوري ديكاسيشن. ثم بقى يكمل يتحدوا كده ويكملوا الناحيه الثانيه. شايفين الجزمه الجوت السودا دي؟ دي اسمها ميديا من النصف. هنا بقى زي ما قلت لك في ثلاثه ميديا دايما مقترنين ببعض. مين الثلاثه ميديا؟ هشاور والجوت السودا. ميديا لونجيتيودنال ارمل، ميديا التاكتو سباينال، والبودي ميديا من النصف. الثلاثه دول من هنا ورايح في كل القطاعات الرصه دي ورا. قولهم لي بترتيب تاني. هشاور، احنا بنشاور على واحده منهم. يلا ميديا لونجيتيودنال ارم، ميديا تكست سباينال، ميديا لنفس. ثم يا جماعه مين ده؟ زمان لما كنا احنا بنرسم دي زي كنت اقول للطالب في طالب اعملوا الانتر اوف فايبس كده عند الحرف دي. لا دي لازم تبقى اوبشن عشان نسيب الحته اللي واسعه اللي في النص دي واسعه عشان تفتكر في اثنين يوكيار. لما كان بيضيق المكان ينسى يرسم الاثنين يوكيار. مين الاثنين يوكيار؟ 10 و12. الشاطر يقول لي 10 ده فيجاس و12 هايبوبلاس ثانية. طيب جميل. في بقى حاجات، بص يا دكتور راجع معايا الجول. أنا فضيتها شوية وراجع معايا عشان نكمل يعني. حد شاطر يقول لي؟ برازيل باد، لكن هنا برازيل كونيين باد كونيين ومالتي ايه؟ اكسسوري كونيين. طيب سباينال باد وسباينال نيوكليس اوكرا ليمينال. مين دول؟ ترنال اركوي فايبرز. مين ده؟ فيجاس وهايبو بلس نيوكليس. طيب حد شاطر يقول لي بقى ايه اللي في كاستيشن ده اسمه؟ سيسري ديكاستيشن. انتهى فين؟ ميديا بالنسبه. مين الثلاثه ميديا؟ ميديا لونجيتيودنال باند، ميديا تكست سباينال، ميديا بلس. بص بص بقى احنا قلنا مين بخيرها؟ فرق تحتها نيوكليس عامله زي الارش كده اسمها اركوي نيوكليس. دي مرسومه اوبر اللي هي حياتها عامله زي الارش، بسموها ايه تاني؟ اركوي نيوكليس. دكتور يبقى ده اسمه ايه بقى؟ ارش فرق والمرابط. ثم هنا مين ده؟ اركوي. مين شايف الشنبات دي؟ دكتور هو كل الرجاله بتعمل شنبات؟ ولا دي اكسسوارات يعني؟ دي حاجه اكسسوري. الشنابين الخضر دول اكسسوري ولا ايه؟ مش دي اللي فيه كده اكسسوري ايه؟ دي شنبات افندي رفيع مش شنبات صعيد يعني. دكاتره دي اسمها ايه بقى؟ طب مش في قرب الميدل لاين؟ سميناه ركزوا في الاسم ده ميديال اكسسوري ريفر. قول له تاني ايه؟ ميديال اكسسوري ريفر. طيب مين دول؟ اظن دول بقى بتاع كل مره. يلا الشاطر يقول دول سالوافيرتا سباينوس
السيريبيلو ها سبايكو سلامه زيتونه سبايكو وليفري وسبايكو. طيب نشوف اخر حاجه اللي كده وان شاء الله يبقى سهلين. وانا هنا عندي لايت روبو كروس بيراميدال لكن في روبو والزيتونه اللي اتخضر ودول بتشاور ممكن افضيها ونراجعها قبل ما نخش على الاخيره. يلا تسلطس فوق وسلطس تحت وبعد ثلاثه ارشز هشاور بقى جواهم هنا غسيل دافي غسيل يوبيس كونيين باب كونيين يوبوماسي اكسس كونيين. في ناس بيكتبوها لاتر كونيين بس انا بحب اكسس. ثم مين دول؟ سباينال باب سباينال نيوكيس او بايجيبنال. ثم مين ده؟ نيوزر باركويت باي سنترال كاري ميتس نيوكيس ودي الهايبروسل. طيب ايه ده؟ سيلز ميكاسيشن لكن ده ميجانينس ومالتي اللي فوق هي الميديال ترما اللي تحتها ميديال سيكتوس باي. طب مين يقول لي ايه ده؟ فارغ وي ميديال اكسسوري وليفري تحتيه باركويتيوم. طيب ايه دول؟ دورسال وفنترا سباينو سيريبيلا لاترال وفنترا سباينو سيريبيلا سباينو وليفري وسباينو تيبيلا دورسال سباينال اوليفو سباينال والباقي سيريبيلا. اخر رسمه هي بتاعت الاوبن بتاعتك. هو انا فاضل بعد الاوبن بتاعتنا كلمتين نظر صغيرين قوي والاثنين انتوا عارفينهم يعني مش حاجه جامده بس تهمني قوي اخلص مين؟ ايه؟ مش المره الجايه اللي هي بكره مش بعيده هنطلع فين؟ فما كنتش حافظ حصان ان في كده بقى شوية اه في كاني بقول حماس بطاطا ممكن نشوف الاوتلاين كده. هو انت شايف ان ده رسمه ما اتفرجت في مين؟ فورس فالي. يبقى الحته الفاتحه اللي فوق اسمها الفورس ايه؟ فالي. ممكن في فالي. بجد بيتضايق من الطريقه دي ماليش بكره. عشان اظبط الرسمه دايما اقول الطلبه يرسموا الاثنين اسنان بخارج ما بين
بجنوستا اليوم وادي الهالك بجنوستا الايه؟ خارج ما بين الماتش التاني والتالت. طب افضيها عشان تتابعوني؟ يلا ده كده. في كام شايفين الفتحه دي؟ المنطقه اللي هنا لو شاورت عليها اقول له ايه؟ مقبل. طيب حد يقول لي بقى في هنا 8 10 و 12، 8 ده اسمه ايه؟ انهي ديستير؟ اللي فوقانيه فيهم ميديا واللي تحت انفيرو ديستير. ثم مين ده؟ دورسال فيجال نيوكليس سوليتال نيوكليس نيوكليس امبيجوس. مين ده؟ فيجاس نيرف. لما كنت اشاور على الفتله ده النيرف، اشاور على الكوره دي نيوكليس. طيب حد شاطر يقول لي لو شاورت هنا هايبوكلوستال نيوكليس، لكن هنا هايبوكلوستال نيرف خارج ما بين الثاني والثالث. طيب حد يبص بقى كده، يلا يلا معايا. سعادتك شفت ان في ثلاثة قرشز في الجنب، كل قرش في الجنب في حاجة كبيرة وحاجات صغيرة حواليها، في حاجة كبيرة وحاجات صغيرة حواليها، يبقى في كام حاجة كبيرة في الجنب؟ ثلاثة، هما ثلاثة قرش. طيب أنا في الميدالية، مين من ولادي شاطر يقول لي أبقى كونكتد للسربيلا بأنهي ميدالية؟ يبقى الأصفر اللي فوق ده الإنفير سربيلا بتاعنا. عشان كده الحته الفوقيه عايزه تكون دراعيه، بتيجي بتوصل السربيلا لورا. طيب حد شايف الزيتونه الكبيره الشحنه بالصعيد الكبير ده؟ دي الانفير اوليفر يبنس نفسها. ثم يا دكتور الهرم ده مين؟ طب مين اللي تحتيه؟ اركوينيو. طب مين يفكرني كان بيبقى فوقيه نيوبلس زياده كده اسمها؟ انا بركز افهم. شايفين ميديا ودورسال او ميديا الملاترال اكسسوري اوليفر نيوكليون، يعني حوالين الانفير اوليف دي على بعضها في ميديا الملاترال اكسسوري اوليفر. شايفين دول؟ دي ميديا اللي هي اللي كانت المرات الرسم اللي قبلها كانت فوق البرنس. ومين دي؟ دي المفروض لاترال وفي كتب بيكتبوها دورسال. طيب بص يا دكاتره معلش تاني، مين الثلاثة مين جا الأولى؟ مين جا الأونجيتيودينال باندل؟ مين جا التاتيو سبايدر؟ مين جا الميدياس؟ طيب بص كده معايا، أنت قلت لي 8 و10 و12، مين شاطر في الماث يقسم لي 10 على 2؟ 5 على 100. هو مش كان في سبايدر تاتيو ونيوكليس حط ريجيمنت؟ هنا بقى باينين الكورة اللي عليها غرفة زرق. دي بقى سبايدر تراك الازرق ده التراك والكوره السوداء التونيوكس. يبقى سباينال ايه والايه؟ تراك ونيوكليس اوف فرانشيب والدقيقه تحت 10. شايفين؟ 10 على 2 فيها كام؟ 5. طيب ايه ده؟ قاعدة قاعدة. طالما رسمت انفيريور سيريبيلر بلانكل ما رسمش دورسال سباينال سيريبيلر. مين يفكر لي الدورسال كان بيخش السيريبيلا بسكته قصيره، فاكرين؟ عن طريق بقى الحاجه الانفيرو، انما الفلتر اللي طالع من تحت خالص يخش عن طريق السيريبيلا. انا رسمه انفيرو سيريبيلا بلانكت يبقى مش هرسم مين؟ الدورسال، لكن هرسم الباقي. مين الباقي؟ اشتغل. فلتر سباينس سيريبيلا، فاكرين لاترال اللي هو فلتر سباينس كلام؟ زيتونه. خدت بالك مرسومه فين؟ عشان هنخش في الانفير اوليفر يونس. ثم ما هدور انا عليها. حلو قوي، هي موجوده في لوحه التكتب بتاع في برين لكن مش موجوده في الرسم. يا جماعه انا بدور على مش موجود ولا بدور على ما يسالني عن موجود او حد بقى يقول لي المصيبه اللي هنا دي ايه؟ كره حمراء كده. هو العقاده بتاعتنا كان المفروض ارسمها الناحيه دي. روكروسما؟ طيب نراجع تاني بسرعه. ايه المنطقه دي؟ طب ايه الليفل ده؟ مروحه مقفوله. دي نص ليفل على طول، فوق في الميدل. طب نقطه المنطقه دي اسمها الفورس ايه؟ بنتلي؟ ده ايه؟ هايبوكلوستا نيوكليس هايبوكلوستا
طيب مين يفكرني بالثلاث حاجات السكر؟ فيل السلمندر في دارتن، من فيل اوليفر نيوكيس، برامج تحتها هاردويديو. ما مين دول؟ ميجا مولاسس اكسسوري اوليفر. ميجا لونجيومينال مانتل، ميجا تكتو سباينال، ميجا تنس. وفين رابر؟ ما انت مش هقعد عليا واحد منهم كل ميجا يا ولد بمشي بالتركيب، انا مش هقعد على كل نص مان، تقول لي مين؟ طب يا جماعة مين الحمرة لوحدها دي؟ روك روز كلكم 50 الفيجوال باث واي ده ثانية لا مش هتضيع في وقت مين الريسبت بتاع الفيجوال؟ ممكن ما ندورش بقى خلينا نخلص كده بسرعة الروز واي حد يفكر مين الفيرست مين السكند مين الثيرد اوف ذا يورو؟ روز وكونت حبيبتي في الريسبتور انما لما اقول روز اند كونسنت مين فكرت ان انا قلت حل؟ قلت لك فرق بين اقول روز وكونسنت يعني فكره السيلف دي وكنت بتعيشها في البروسيسز وما بين ما اقول روز وكونت روز وكونت ده ايه؟ انت بتستفيد بالظبط لكن مين اول نيوكلس بتقابلني مش فاكر روز وكونسنت يبقى دي اول فيرست بورد نيو سو مين السكند؟ ماي بول ثم الثيرد ان الاكسنت بتاعتها بتعمل اوبتيك نت مش مين هي ذا فايبر وتكتر فايبر مين اللي بيحصل لها فايبر؟ مين اللي بتعمل اوبتيك كاس يبقى الاوبتيك كاس في الاخر في ايه ذا فايبر من اوبتيك سان وتكتر السيم سان الاوبتيك كاس ده يطلع ينتهي في ايه؟ في شويه فايبرز تطلع تكتب السوبيريور بريفرنس بتاع الجيتوي ففي السوبيريور بريفرنس ده سنتر بتاع الفيجوال ريفلكس يبقى عندي سبعة وتسعة وجزء من العشرة سنتر. حد فاهم
بس السوليدر نقسمها ثلاث اجزاء طالع منها مين ومين ومين؟ سبعه تسعه وعشره. لكن هنا طالع في الامبيجوس الموتور طالع تسعه وعشره وعشره. دلوقتي ايه النيوكليس اللي تحت دي اسمها انفيريو سليبري طالع منها رقم تسعه. لو انت فهمت تسعه وعشره دول مش كل واحده فيهم فيها ثلاث الوان؟ طيب مين يقول لي 10؟ Gracias.